كيف رح يكون كسوف الشمس الكلي ببرج الحمل على جميع مواليد وطوالع الأبراج؟ بداية أهلا وسهلا فيكم، نورتوا شاشتي. فيكم تتابعوني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي باسم كوين باربي 961. لي حجز القراءات الخاصة والقراءات العاطفية، ولأي استشارة خاصة تواصلوا معي على انستغرام ماسنجر. عنوان الحلقة اليوم بيقول شو تأثير هالكسوف الشمس؟ العالم كلها خايفة من هذا الكسوف اللي حيصير ببرج الحمل يوم 20/4 الساعة 7:12 بتوقيت السعودية. رح نبلش مع مواليد وطوالع الحمل. عم بصير الكسوف عندك يا أيها الحمل، جهز نفسك لخط حياة جديد، بدايات جديدة على الصعيد الصحي. ممكن نسمع بأخبار صحية كتير حلوة، ممكن نشوف مولود برج الحمل عم يعتمد رياضة جديدة، ممكن يلجأوا لعمليات تجميلية أو لعلاج نفسي وروحي لحتى يتخلصوا من تعب مواليد برج الحمل. مختصر مفيد، الاهتمام بالشكل رح يظهر فجأة. طبعا ممكن نشهد على تغيرات بالمظهر، وحنشوف الحمل بظهور مختلف بالعمل وبمحيط العمل، أو ممكن تغيروا عملكم. تغيرات جذرية بالعمل، وتغيرات جذرية صحية، وتغيرات جذرية نفسية، وتغيرات جذرية روحية. شو بدكم أحلى من هيك؟ بلس هنالك فرصة لحتى مواليد برج الحمل من بعد هذا الكسوف إنه يخلقوا إصلاحات أو يوضعوا مخططات جديدة مالية لحتى بقى يزبطوا وضعهم المالي. البعض ممكن أيضا يكشف مؤامرات وأسرار. مواليد وطوالع الثور، جهز نفسك أيها الثور لسفر مفاجئ إلى مكان كتير بعيد. البعض بيحصل على هجرة من بعد انتظار طويل، البعض الآخر بيسافر بهدف روحي، ممكن رحلة علاجية، رحلة تأمل، رحلة يوغا. المهم الحياة الروحية سوف تصبح جدية أكثر يا أيها الثور بحياتك، يعني حتكون عم تتعامل تجاه أوجاعك وتجاه تعبك النفسي بطريقة جدية أكثر، عبر ممارسة جدية لحياة روحية أفضل. بدي من مواليد برج وطالع الثور أنه يراقبوا أحلامهم، لأنه رح تشعروا بوجود رسائل وتحذيرات وتنبيهات عبر أحلامكم. وأنا بدعيكم أيضا أنكم تهتموا بالمصاريف أكثر وأكثر، وتهتموا بصحتكم وبعملكم أكثر وأكثر. هذا الكسوف أنتم معنيين فيه مثل مواليد برج الحمل. أما مواليد وطوالع الجوزاء لازم ينتبهوا كتير منيح أثناء كسوف الشمس، ما تدينوا ولا تدينوا، وما توثقوا أبدا بأصدقائكم، لأنه ممكن تندموا إذا سلمتون سر أو مبلغ مالي بالوقت اللاحق. ثانيا ممكن تعود علاقات قديمة وتكون أقوى وأقوى. مش معناتها إذا كان في كسوف يعني بيكون في بس أخبار سيئة، لا، هذا الكسوف ممكن يرجع علاقات، ممكن يرجع علاقات حب وعلاقات صداقة، وممكن بالعكس تسوق علاقة صداقة وتسوق علاقة حب. تمام؟ فرص مالية حتكون جديدة بإذن رب العالمين. هذا الجوزاء حيكون عنده فرص عمل خارج حدود البلد مع فريق عمل جديد. أبواب سوف تفتح وتفتح لإنتاج ولخلق أموال أكثر. علاقات اجتماعية رائعة وجديدة، كما وأنه هذا الجوزاء رح تقوى شبكة الاتصالات عنده، وحيبني شبكة علاقات قوية أكثر وأكثر. والبعض بحقق رغبة وحلم قديم، والبعض الآخر بيسمع هيك أخبار حلوة بتخص أخواته اللي أكبر منه. طوالع وأبراج السرطان لازم يحذروا أثناء التعامل مع زملاء العمل والأشخاص المحيطين حواليهم، خاصة الأشخاص القوية بالسلطة والقوية بالحكومة. ما بدنا مشاكل أيها السرطان، أقله يعني يوم 20/21 و22/4. إذا كنت تعاني أيها السرطان من تكرار بمشاكل بالعمل، ضروري انك تصلح وتبني حلفاء، ما تكتر اعدائك بليز، حطوا ايدكم بايد الاخر، ولازم تبنوا مثل ما بقولوا هيك معاهدة سلام مع الاخر. البعض بيترك عمل قديم وبيبتدي عمل جديد، والبعض الاخر ممكن يبقى بعمله ويحسن ويطور من علاقته مع زملاء العمل ومن علاقته مع الاشخاص الأجنبية. منصب جديد، مكان جديد اجتماعي، إنجاز جديد، توسع كتير كبير بشهرتك يا أيها السرطان بإمكانك أنك تعملها بهذه الفترة. طبعا وأخيرا هنالك انشغالات كتير بتكون مع الأب، أو أخبار حلوة مع الأب، أو مصالح مع الأب أو أحد أفراد عائلتك.
طوالع وأبراج الأسد، احذري أيها الأسد من الدخول بمشاكل قضائية وقانونية أثناء الكسوف وبعده بثلاثة أيام، مش وقت المشاكل. حاول أنك تحل مشاكلك القضائية القديمة بطريقة ودية، ترضي الطرفين، حطوا شروط، شوف شو بده الآخر وأنت شو بدك، حطوا شروط مشتركة، ما تكون أناني وما تكون متسلط. حاذر أيها الأسد أثناء تنقلاتك على الطرقات خارج المدن والولايات والمقاطعات، سقوا على مهلكم، تبهوا من حوادث ومن عمليات سرقة. البعض ممكن يبتدي مرحلة تعليمية جديدة، والبعض الآخر ممكن تكثر تعاملاته مع الشخصيات الأجنبية. هذا الكسوف بكثر السفر. أما مواليد برج وطالع العذراء، هذا الكسوف رح يقدم لكم فرص مالية جديدة ورح يساعدكم أنكم تصلحوا مسارات مالية قديمة مشتركة. أموال غير مكسوبة قد تأتيك يا أيها العذراء عن طريق الحظ أو عن طريق محكمة، عن طريق إرث، عن طريق الأهل، ممكن هدية، ممكن مسابقة تربحها. طبعا هذه الفترة غير مناسبة لحتى تسلف وتستلف أو تدخل بأي استثمار، لأنه بيكتر السرقة وبيكتر الاستغلال والنصب. احذر من عمليات النصب والاحتيال والخداع الورقي والمالي. البعض ممكن يبتدي علاج نفسي وروحي، والبعض الآخر ممكن يدرس هيك مواضيع نفسية وروحية بهدف التخلص من وسواس أو هوس معين. طوالع وأبراج برج الميزان رح تنتهوا من مرحلة كانت كتير صعبة ومتعبة بحياتكم الشخصية والعاطفية والمهنية. كبت كتير كبير رح تتخلصوا منه. شركات عملية جديدة، شركات عاطفية جديدة، البعض بيتزوج، البعض التاني بيطلق، والبعض التاني أيضا بيسافر وبيبلش تجارة جديدة. طبعا أثناء الكسوف ممنوع الزواج أو الطلاق وفسخ العقود، ممكن تندموا على هذه القرارات. طوالع وأبراج العقرب، نظام حياة جديد رح يدخل على كل حياتكم، أو أسلوب جديد رح يعتمد عليه مولود برج العقرب تجاه عمله وصحته. البعض رح ينتقل لوظيفة جديدة، والبعض الآخر ممكن يعتمد حمية غذائية جديدة. مولود العقرب من أكثر المواليد يلي رح تنتقل لكل ما هو جديد مهنيا ومستقبليا. رح نشوف مولود برج العقرب عم يدخل تعديلات على عمله، أو عم يدخل تعديلات على علاج صحي ابتدى فيه من فترة منا كتير بعيدة. طوالع وأبراج القوس، علاقة حب جديدة بانتظاركم. هل أنت جاهز يا أيها القوس للحب؟ هل أنت جاهز للدخول بعلاقة حب جديدة؟ الجواب لألكم. مشروع استثمار جديد ممكن يعرض عليكم ويكون مغري جدا جدا جدا، ما تتسرعوا، يعني خلوا الكسوف ينتهي، قطعوا يومين ثلاثة من بعد الكسوف، وممكن إذا دخلتوا بمشروع استثماري ممكن تربحوا كتير فلوس. هلأ المبدعين من برج وطالع القوس ممكن يخلقوا شيء جديد يكسر الدنيا، يعني يعمل ضجة كتير كبيرة على السوشيال ميديا. الرجاء الحذر أثناء الكسوف وبعد ثلاثة أيام من مشاكل مع الزوج أو مع الأطفال، ممنوع المخاطرة أبدا المالية أثناء الكسوف. أما مواليد وطوالع الجدي، هذا الكسوف رح يدعم كل الشؤون العائلية والعقارية والعاطفية أيضا، وأيضا هذا الكسوف رح يحدد علاقتك بعائلتك وأقاربك بالمستقبل القريب، إذا حتكون أفضل ولا أسوأ. ممكن مواليد برج الجدي وطوالع الجدي يغيروا مكان إقامتهم، أو يدخلوا تعديل على مسكنهم، أو يشتروا بيت أو يستأجروا بيت جديد. البعض ممكن يسافر ويهاجر، والبعض الآخر ممكن يحصل أو ممكن ما يحصل على جنسية. قصة محكمة حتشغلكم وممكن تنتهي يا أيها الجدي. قصة أوراق مرتبطة برخص بناء أو قصة أوراق بتخص ملكية كمان حتشغلكم. البعض ممكن ينشغل بقصة طلاق، والبعض الآخر ممكن تنتهي قصة طلاق. بحب لكم يا أنه حتتخطوا كل هالمعاناة وكل هالصدمات الداخلية. هذا الكسوف بينهي هالأوجاع النفسية وبينهي الأوجاع الداخلية، وبيحدد مدى قوة علاقتكم بالعائلة ومدى قوتكم إذا كنتوا أشخاص بتشتروا وتبيعوا عقارات. طوالع وأبراج الدلو، توقعوا أنه بالفترة المقبلة، يعني جراء هذا الكسوف، أنه تكتر الحركة بحياتكم، حتتنقلوا، حتكون في كتير تنقلات داخل البلد وخارج البلد. كمان هذا الكسوف بيشغلك بقصص عائلية بتخص الأخ والأخت، أو بتخص عائلتك، أو بتخص جيرانك وأصدقائك وزملائك بالعمل. البعض ممكن يعتمد وسيلة نقل جديدة، ممكن تشتروا سيارة أو موتو أو حير لك وسيلة نقل جديدة، أو تغيروها أو تزبطوها أو بتشغلكم. البعض الآخر ممكن يشتري موبايل، يجدد موبايله.
كتير حلو انه مولود قدله يركز على مهاراته وعلى مواهبه، لانه هذا الكسوف كتير بيساعدكم انكم تطوروا من مهاراتكم ومواهبكم. البعض بيتعلم لغة جديدة مثل ما قلت لكم، البعض اخر بيشغل بقصة شادي او قصة سيارة او قصة موبايل او قصة سفر. بيكون في كتير سفر داخلي وخارجي بالفترة المقبلة. حاذر ايها الدلو يوم غد يوم 20/4 و21/22 اثناء التنقل واثناء القياده داخل الاحياء والطرقات الفرعيه، راقب سيارتك، يعني راقب دائما وابدا سيارتك. طوالع وابراج الحوت رح يعيد النظر مولود برج الحوت بكل قراراته الماليه القديمه. هذا الكسوف رح يرفع من رغبتك يا ايها الحوت بصناعه ولمراقبه المال، يعني حتصير هيك شخصيه مثل ما بقولوا مادية، المصاري حتكون أولوية بحياتك، كما وأنه حيتقدم لك فرص دخل جديدة ورح تطور الأدوات القديمة لحتى تصنع وتنمي أموالك أكثر وأكثر. الثقة بالنفس رح تكبر وحتتحسن وتصير صحية أكثر، علاقتك مع الأهل رح تصير أفضل، وممكن يا أيها الحوت تورت أو تربح هدية أو جائزة ويوصل لك هدية ذهب أو مجوهرات، أو تربح محكمة ويكون لها منفعة كتير كبيرة مادية لإلك.